بيتحرك خالص، بدأنا وقوف ومشي زي ما احنا شايفين، عشان الناس بتقول ايه ظبط النوجع الشوكي مش هيقف ومش هيمشي تاني. عملنا الدعامات في رجله وما شاء الله بدأ اول خطواته، احنا بنوريكم لايف خطوة بخطوة وما شاء الله مستعجل. ثبت المشاية يا عبدالله، يلا برافو عليك، يلا شد التانية، برافو يا جماعة. ده في 8 أيام اللي احنا واصلين له ده، وقوف ومشي. اقف بقى لوحدك يا عبدالله كده، وقوف وقوف وشطارة، برافو برافو. يلا خطوة كمان، ادل نفسك، برافو. احنا بس احنا عايزين نشجع الناس، ده بعد العلاج المكثف 8 جلسات، بعد العلاج المكثف 8 جلسات. ها؟